استقبل وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة استقبل راشيل أمامو وزيرة الدفاع الكينية والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حاليا. بحث اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الأفريقية وعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين، خاصة في مجالات الأمن وتبادل الخبرات. وأكد الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الأفريقية ودول حوض النيل وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مؤكداً حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم أواصر التعاون العسكري.